بسم الله الرحمن الرحيم. هننتقل مع بعض للموضوع الثاني في مادة إدارة المشروعات الطبية بعنوان أهم المشكلات الإدارية في المستشفيات وطرق علاجها أو حلها. المشكلة الإدارية الأولى اللي بتواجه المستشفيات هي عدم كفاية الإعلانات عن خدمات المستشفى وبصفة خاصة مع بدء النشاط. الحل أو العلاج المقترح لهذه المشكلة هو قيام إدارة المستشفى بتوجيه حملات إعلانية كافية عن خدمات المستشفى وبصفة خاصة مع بدء النشاط وعند استحداث خدمات طبية جديدة. المشكلة الإدارية الثانية اللي بتواجه المستشفيات هي عدم توافر كل التخصصات التي يحتاجها المرضى بالمستشفى على مدار أيام الأسبوع. الحل أو العلاج المقترح لهذه المشكلة هو العمل على توفير كافة التخصصات التي يحتاجها المرضى وذلك على مدار أيام الأسبوع. المشكلة الإدارية الثالثة اللي بتواجه المستشفيات هي طول فترات انتظار المرضى في العيادات الخارجية. والعلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو العمل على تخفيض فترات انتظار المرضى في العيادات الخارجية بزيادة عدد الموارد البشرية العاملة مع مد فترات تقديم الخدمة على مدار اليوم. المشكلة الإدارية الرابعة اللي بتواجه المستشفيات هي طول وتعقد إجراءات دخول المرضى إلى الأقسام الداخلية. والعلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو عمل إدارة المستشفى على تسهيل وتبسيط وتخفيض إجراءات دخول المرضى إلى الأقسام الداخلية. المشكلة الإدارية الخامسة التي تواجه إدارة المستشفيات هي عدم كفاية الأطباء والصيادلة والممرضين والإداريين والعمال ورجال الأمن العاملين بالمستشفى. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو استقطاب أو جذب واختيار وتعيين الموارد البشرية المناسبة واللازمة لأداء أعمال المستشفى. المشكلة الإدارية السادسة هي انخفاض كفاءة وخبرة الموارد البشرية العاملة بالمستشفى. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو العمل على رفع كفاءة وخبرة الموارد البشرية العاملة بالمستشفى عن طريق 1- تقديم البرامج التدريبية الملائمة لها. 2- تشجيع تبادل المعارف والخبرات فيما بين العاملين. 3- تعيين الكفاءات من الموارد البشرية بالمستشفى. المشكلة الإدارية السابعة اللي بتواجه المستشفيات هي عدم تعامل العاملين بالمستشفى مع المرضى وأقاربهم بالشكل اللائق أو انخفاض جودة الخدمة الوظيفية بالمستشفى. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو عمل إدارة المستشفى على تحقيق وزيادة جودة الخدمة الوظيفية عن طريق تعامل العاملين بالمستشفى مع المرضى وأقاربهم بالشكل اللائق. المشكلة الإدارية الثامنة اللي بتواجه المستشفيات هي عدم توافر الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة بالمستشفى وتقادمها. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو عمل إدارة المستشفى على توفير أحدث
الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية اللازمة بالمستشفى. المشكلة الإدارية التاسعة اللي بتواجه المستشفيات هي عدم كفاية المواد والأدوية والمستلزمات الطبية المتاحة بالمستشفى. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو العمل على توفير كافة المواد والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفى بصورة كافية. المشكلة الإدارية العشرة اللي بتواجه المستشفيات هي الإهمال والتقصير في تقديم الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية للمرضى بالمستشفى. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو العمل على تقديم الخدمات في المستشفى بالمستوى المناسب، مع العمل على دراسة شكاوى المرضى وذويهم وعلاجها. المشكلة الحادية عشر اللي بتواجه المستشفيات هي تباين واختلاف مستوى الخدمة في المستشفى من مريض لآخر ومن وقت لآخر ومن فرع لآخر. الكلام ده معناه ان الخدمة احيانا تكون جيدة بالنسبة لمريض معين وتكون غير جيدة بالنسبة لمريض اخر، وممكن الخدمة تكون جيدة في وقت معين وتكون غير جيدة في وقت اخر، وممكن تكون الخدمة جيدة في فرع معين للمستشفى وممكن تكون الخدمة غير جيدة في فرع اخر. العلاج او الحل المقترح لهذه المشكلة هو العمل على توحيد اجراءات تقديم الخدمة بالمستشفى اللي احنا بنقول عليها تنميط الخدمة، لمواجهة تباين واختلاف مستوى الخدمة المقدمة، بحيث يكون هناك ثبات في اداء الخدمة لجميع المرضى وفي جميع الاوقات وفي جميع فروع المستشفى. المشكلة الثانية عشر هي عدم وجود فروع أخرى للمستشفى في ظل وجود طلب متزايد على خدمات المستشفى. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو عمل إدارة المستشفى على إنشاء فرع أو فروع أخرى للمستشفى إذا تطلب الأمر ذلك. المشكلة الثالثة عشر من المشكلات اللي بتواجه المستشفيات هي ارتفاع معدل الدوران او ترك العمل للموارد البشرية العاملة بالمستشفى بسبب عدم مناسبة ظروف العمل بها، مثل انخفاض المرتبات وارتفاع الاعباء الوظيفية. العلاج او الحل المقترح لهذه المشكلة هو العمل على توفير ظروف العمل المناسبة بالمستشفى بعدة طرق، منها تحقيق التناسب بين المرتبات وبين حجم الأعباء الوظيفية وتحسين العلاقات بين العاملين، وذلك بما يخفض من معدل ترك العمل لدى الموارد البشرية العاملة بالمستشفى لأدنى حد ممكن. المشكلة الرابعة عشر من المشكلات الإدارية بالمستشفيات هي انخفاض الطاقة الاستيعابية للمستشفى لمواجهة حالة الطلب المتزايد على الخدمة بها. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو العمل على تطوير وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفى بزيادة عدد أبنية المستشفى وزيادة عدد غرف المستشفى وزيادة عدد أسرة المستشفى بما يتناسب مع حالة الطلب المتزايد على الخدمة بها. المشكلة الخامسة عشر من مشكلات المستشفيات هي
عدم كفاية المخصصات المالية المتاحة للمستشفى. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو عمل إدارة المستشفى على توفير المخصصات المالية الكافية بعدة طرق، منها زيادة رأس مال المستشفى، ده بالنسبة للمستشفيات الخاصة، أو طلب زيادة التمويل الحكومي من وزارة المالية، ده بالنسبة للمستشفيات الحكومية. المشكلة السادسة عشرة والأخيرة من المشكلات الإدارية اللي بتواجه المستشفيات هي انخفاض درجة رضاء المرضى وأقاربهم عن نوعية ومستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى، وارتفاع عدد شكاوى المرضى وأقاربهم من سوء الخدمة بالمستشفى، وارتفاع معدل الوفيات في المستشفى بصورة كبيرة. العلاج أو الحل المقترح لهذه المشكلة هو علاج شامل بيشمل أو بيتضمن العمل على تحقيق التميز في الخدمة المقدمة للمرضى، مع الرقابة المستمرة والدورية على أداء المستشفى لمعرفة نقاط الضعف والمشكلات، والعمل على تصحيح الانحرافات وحل المشكلات أولا بأول. وبكده نكون انتهينا من الموضوع الثاني من موضوعات مادة إدارة المشروعات الطبية اللي كان بعنوان أهم المشكلات الإدارية في المستشفيات وطرق علاجها.